السلام عليكم خاوتي، معكم لامين في فيديو جديدة. في هذا الفيديو راح نحكيو على واحد من أفضل اليوتيوبر الجزائريين في تاريخ اليوتيوب الجزائري، ومن أولهم تانيك اللي فتح قناة تاعو في 2008. واليوتيوبر هذايا اسمه عادل عشاء، أو المعروف باسم عادل سويزي. لفاصل راح نحكيو بها على هذا اليوتيوبر هذايا اللي الله يبارك متعدد المواهب ومتعدد الشخصيات أيضا. بنادم هذايا اللي طالونتيو بزاف، وشغل عنده موهبة خاصة سبحان الله، شغل بارك يخدم من قلبه والعفايس يديرهم من روحه ويديرهم فور لو بليزير، وفريمون الخدمات تاعو بزاف شابين. ولكن كاين تلت أسئلة جنرال ومشهورين هاد الأسئلة اللي يطرحوهم الناس عليه بزاف بزاف بزاف، وراح نتعمقوا شوية في هاد التلت أسئلة وريحوا شوفوا معنا حتى لافان، باسكو انا راح نجاوب على هاد الاسئله بين ثلاثه. يعني سي مي بروبر تيوري، تسمى سي با دي ريبونس اوفيسيال، مي سي دي ريبونس اللي يقدروا يكونوا صح كما يقدروا يكونوا غلطين، هو تحليلي الشخصي. عادل سويزي يوتيوبر من اروع ما كسبته الجزائر في اليوتيوب تاعها، متعدد شخصيات تقدر تصفه عادل سويزي، مستر زوم، سويزي مقلش، امسي اللامو سخونه، امسي اللامو، ابا شوشق، تقدر تصفه حتى ذاك الباسونج تاع سناب شات وتاع انستغرام بصح معليش. وكذا الشخصيات. من اشهر الاسئله اللي تطرح على عادل سويزي، اول سؤال اللي راهو يدور في راسي هو ماذا يعني رقم 19؟ هما يعرف بالديزنا. ديزنا فدا هو الكاتش فريز تاع امسي لا مسخونه، يستعملو في الراب تاعو وفي الغناء تاعو، وبدا ظهور هذا الرقم هذايا اون 2015. الرقم هذا يستعملو عادل سويزي بزاف في الفيديو تاعو وفي الراب ديالو وفي الاستاتيو تاعو، ديزنا مونطي الال ديزنا. اذا ما معنى رقم ديزنا؟ كاين اللي يقول لك عنده معنى، وكاين اللي يقول لك جاء على الزهر، يعني هو كاتش فريز، جمله اللي اشتهر بها امسي لا مسخونه، ولا احد حتى دوكا يعرف المعنى تاعو. عادل سويزي غير كيما بارطاجا واحد التصويره حط فيها نومبر سبيريتويال 19 والمعنى تاعو، بصح ما كتب فيه والو ستاتيو هذاك، دونك كان قادر يبلوفي. ولحد الان بالك هذاك هو المعنى تاعها وبالك لا، لا شكون يعرف. السؤال الثاني واللي يبقى لغز مطروح هو ما هو سر هذاك الكونت المغلوق والسكري تاع عادل سويزي؟ كي تدخل انستغرام اوفيسيال تاع عادل سويزي اللي اسمه عادل اوفيسيال، تروح التصويره الاولى كاع بيبليي اون 2013، سي بون طاقي بنادم يعني مطاقي روحه. الانستغرام هذاك اللي مطاقيه اسمه عشا عادل، والانستغرام هذاك بريفي فيه زيرو فولورز، هو مفولوي فيه زوج عباد برك، فيه 395 تصويره الى حد الان، والوفرتور تاعو مكتوب اوفرتور دو كونت لو 2 جانفي 2019. واحد ما على بالو الكونت هذاك واش فيه الداخل، واللي على بالهم ليكزيستونس تاع الكونت هذاك كاع دومونداو الفولو باش نهار تفتح الكونت نتاكسيبتو اوتوماتيكمون ونشوفو الاسرار اللي كاين داخل هذاك الكونت هذاك. ومن هذا الكونت نعاودو نولو الى السؤال الاول، ما معنى رقم 19؟ برايي رقم 19 هذايا ما جاش او وزر هكذاك، وعنده علاقه بلوفرتور دو كونت هذايا عشا عادل، لي لوفرتور تاع واحد تكون لو 2 جانفي 2019، تسمى نيميرو 19 يشير الى العام 2019 والديبيو تاع داك العام. لماذا يستعملوا في الغناء تاعو ورجعوا كاتش فريز تاع امسي لا مسخونه؟ سي باسكو سي نيميرو سكري، كي لحق هذاك النيميرو في لون 2000 تسمى 2019 يديفوالاو كاع لي سكري والعفايس اللي راهم مخبيهم من داخل هذاك الكونت تاع سويزي. 395 تصويره او فيديو او تصوروا فيديو، و395 بوست ستاتيو ولا ما نعرف واش فيه الكونت هذاك، توسا وقاعد لفايس ديفوالاو في عام 2019. يعني رأيي شخصي يقول أنه عادل سويزي اختار ذاك الرقم نسبة إلى العام تاع لوفرتور تاع الكونت سكري تاعو، لأنه يحمل أسرار كثيرة كما حملهم هذاك الرقم 19، وخلى الناس قاعد تتساءل ما هو سر هذا الرقم. وجو بونس بارطاجا ليكسبليكاسيون سبيريتويال تاع النيميرو 19 في لاباج تاعو باش شغل يكونفيزي شويه العباد، تو كونفيوز هيز فولورز. فريمون راني نسنى لوفرتور دو كونت 2019، راني حاب نشوف العفايس اللي هم مخبيهم من داخل عادل سويزي يهضره. سي سكي ما انسبيري اكري ان كونت سكري نتانيك اللي تفتح في لافان تاع 2020، سيبو لي نتاعو في لا ديسكريبسيون. بصح الكونسيبت مش كيف يعني العفسه كانت في راسي من قبل، بصح شغل جاتني ايديا نو وشغل ما خممتلاش فريمون فريمون شغل بتعمق، ما عرفتش كيفاش نجيبها. من بعد كي اكتشفت هذا الكونت السكري تاع عادل سويزي انسبيراني باش ندير كونت سكري تاعي. لوفرتور راح تكون في 21 ديسمبر 2020. ثالث سؤال يطرحه الجميع والسؤال المشهور كاع على عادل سويزي هو شحال عنده عادل سويزي من نومبر تاع لي زابوني في لاشين يوتيوب تاعو؟
كما نعلم جميعا عادل سويزي مخبي النومبر تاع الابوني تاعو، واحد ما على بالوش عنده من ابوني وشحال من واحد يتبعو في لاشين يوتيوب تاعو. هذا السؤال هذا يا يراودنا جميعا وكاع نسقسو، كاين اللي يقول لك عنده اكثر من مليون، كاين اللي يقول لك عنده 500 الف، وكل واحد واش يهضر. ولكن نقدر نجاوبكم على هذا السؤال باستيماسيون صغيره. في 2015 كابتوريت ان كابتور ديكرون من فيديو تاع عادل سويزي، وهذاك الوقت كان النومبر تاع لي زابوني ديالو بوبليك وكان عنده 185 الف ابوني. كي نجو نخمو 185 الف ابوني في 2015، ومن بعد بدا يخرج دي بارودي دو لا ميوزيك فان مع لا فان، وبلا ما ننساو البز الكبير اللي داروا في 2016 وفي 2017. يقدر يكون النومبر تاع لابوني في لاشين تاعو ما بين 800 الف ابوني ومليون ابوني ولا فوق المليون ابوني. وقتاش عادل سويزي يرجع النومبر دابوني تاعو بوبليك؟ كاين بزاف اللي يقول لك عادل سويزي بالك حاب كي تلحق مليون ابوني لاشين تاعو يرجعها بوبليك، يعني النومبر دابوني يرجعو بوبليك باش تكون الحاله بريزونطابل. وصح هذه اجابه تقدر تكون مقنعه، ولكن الاجابه اللي تكون مقنعه اكثر هي انها كلها الدور حول الرقم 19. تسمى مع لوفرتور دو كونت سكري تاع عادل سويزي في جانفي 2019، في هذاك الوقت تانيك يطلق النومبر تاع لابوني تاعو في لاشين يوتيوب. على كل حال على حسب رايي الشخصي، تسمى دو قاسي دي زيستيماسيون ماشي حوايج سير ولا عفسه هكذاك، بصح يقدروا يكونوا صح، عندهم من تري كونت بروبابيليتي باش يكونوا صح. نعاودو نوليو للسؤال الثاني اللي يقول وشنو هو السكري تاع الكونت انستغرام بريفي تاع عادل سويزي. نقدر نقولوا انه بالك هذاك الكونت يحمل ريزومي تاع لا كارير تاع عادل او كومبلي، تسمى من 2013 بالك ولا من 2014 بالك ولا بالك حتى من لافان 2014 حتى 2019 كي تفتح الكونت. شكون يعرف وقتاش تكريا الكونت هذاك تاع عاش عادل الكونت سكري، وشكون يعرف وقتاش بدا يبوستي فيه؟ فيه 395 تصويره، لو كان يبوستي كل يوم تصويره فيه ولا كل يوم بيبليكاسيون فداك الكونت تما طيح له واحد العام وشهر ولا عام وشهرين. دونك بالك يبوستي خطره في سمانه، ولا يبوستي كي تنفحل، ولا يبوستي كي تكون عنده كاش استوار امبورطونت يقولها، ولا كاش عبر، ولا كاش حكايات اللي مازال ما تحكاوش وراحين يتحكاو كاع في 2019. لا ريزون علاش عادل سويزي جامي حكى على هذا الكونت كاع، طاقه برك في دو بوبليكاسيون في 2013 و 2015 في الانستغرام اوفيسيال تاعو، هي لانه حاب العباد يديكوفريوه وحدهم. اي انا راني سبويليت العفسه هذه يا كي وريت لكم الكونت ما ديكوفريتو. اي فوالا خاوتي، كان معكم لامين. سيتي 3 كيستيون لي بلو بوزي على عادل سويزي، ولا 3 اسئله الاكثر طرحا في حول عادل سويزي، ولا top 3 most asked questions about Adel Swizy. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو خاوتي الاعزاز، ما تنساوش تخلونا كومونتير قلنا واش رايكم في هذه الاسئله، واذا عندكم اجابات من راسكم نتوما خممتوا فيها حطوهم لنا كومونتير. ماذا بينا نعرف نتوما واش راكم تخموا حول هذه الاسئله الثلاثه هذوما. ما تنساوش تضربوا وتخبطوا تشحطوا البوطون ابوني هذاك باش يحكم كاع شي تاع لاشين تاعي. فيزيتيو لي ريزو سوسيو تاعي من انستغرام لا باج فيسبوك، سورتو سورتو لو كونت انستغرام باسكو اكتيف فيه بزاف. انا سير سو خاوتي، ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير ونتلاقاو في لا بروشين فيديو ان شاء الله. بلو بانان عاوي في مخامج على الدومينات على تيلي جست لا دوليسونس فارغ السيفي ايفون ولا تحلى القصرة مع السيري.